جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم شيخ صالح عن أحسن طريق لصيام التطوع، إذ أنها تقول إنني أصوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس من أجل أن أجمع بين صيامي الاثنين والخميس، هل هذا هو الوصل أم يجوز أيضا؟ جزاكم الله خيرا. استحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض 13 و14 و15، ويجوز أن يصومها في غير أيام البيض من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه. وإذا أراد زيادة عن ذلك فإنه يصوم ما تيسر له، خصوصا صيام 10 ذي الحجة، صيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يوم عاشوراء أو العاشر من المحرم ويوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. وإن صام الشهر كله، أي صام كل شهر محرم، فهو أفضل. وست من شوال بعد صيام رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا حافظ على صيام هذه الأيام الست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، ويوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر الله المحرم أو العاشر منه ويوم قبله ويوم بعد أو يوم بعده، فإن هذا خير كثير. وإن أراد الزيادة على ذلك فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، إلا أنه لا يصوم الدهر كله وإنما يكثر من الصيام، حتى قال الراوي: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر. فإذا أراد زيادة على ما ذكر من الأيام التي يستحب صيامها من السنة فإنه يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن لا تنصحنا شيخ صالح بصيام الأربعة الأيام من كل أسبوع متتالية كما ذكرت؟ لم يرد صيام أربعة أيام من كل أسبوع. تقول: من أجل أن تجمع بين الاثنين والخميس. تصوم يوم الاثنين والخميس ويكفي من كل أسبوع. الحمد لله. يومان من الأسبوع. ما شاء الله. نعم.